اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني والمهندس خالد عباس رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه الجديده واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور داخلية وأحياء سكنية ومناطق تجارية وذلك في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات الى الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه كما شهد الاجتماع استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمه الاداريه الجديده بجميع احياء وقطاعات القاهره الكبرى من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثه الى جانب عرض منظومه النقل داخل العاصمه ذاتها والموقف التنفيذي للمحطه المركزيه للحافلات وقد وجه السيد الرئيس بالمتابعه الدوريه الدقيقه لمختلف الاعمال الانشائيه والمشروعات بالعاصمه الاداريه مع الالتزام باعلى معايير الجوده والسلامه والحوكمه وفقا لاحدث النظم التكنولوجيه في هذا المجال فضلا عن الاهتمام بمنظومه التشغيل والاداره والصيانه لاحياء ومرافق العاصمه خاصه المنطقه المركزيه والحي الحكومي والمرافق العامه المتنوعه لضمان استدامه معايير الجوده العالميه التي تم تاسيسها والحفاظ عليها على اعلى مستوى واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باطلاق مبادره بالتعاون مع الجامعات الدوليه بالعاصمه الاداريه الجديده لرعايه عدد من المتفوقين من ابناء الصعيد للدراسه في هذه الجامعات العالميه بالعاصمه اتساقا مع سياسه الدوله باتاحه المجال لجميع المواطنين من مختلف انحاء الجمهوريه للاستفاده من افضل الفرص والخدمات المتوفره بالعاصمه الاداريه الجديده